الآن مع كلمة قائد الجيش الثاني الميداني لواء أركان حرب محمد ربيع، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، السادة الوزراء، السادة الحضور الكريم، باسم رجال الجيش الثاني الميداني أرحب بسيادتكم بإحدى قلاع العسكرية المصرية، جيش النصر أو الشهادة، جيش التضحية والفداء، وبهذا الحضور الكبير من الأجهزة التنفيذية للدولة ورجال السياسة والثقافة والفن والإعلام المصري الشقيق والضيوف الأجانب وشيوخ وعواقل سيناء. لقد تربى رجال الجيش الثاني الميداني كسائر رجال القوات المسلحة على مبادئ الوطنية والبطولة وقيم الكرامة والعزة، وضحوا بأنفسهم فداء للوطن، عاقدين العزم على حماية أرضه ومقدرات شعبه، وتسلحوا بالإيمان والعلم والوطنية، ولا يدخر جهدا في الحفاظ على أعلى درجات الاستعداد والجاهزية لتنفيذ أي مهام توكل إليهم لحماية أمن مصر القومي على الاتجاه الاستراتيجي الشمالي الشرقي. السيد رئيس مجلس الوزراء، خلال السنوات العشرة الماضية كان الجيش الثاني الميداني مدعوما من القيادة العامة للقوات المسلحة وأفرعها الرئيسية والقوات الخاصة، وبمشاركة العديد من أهالي سيناء ورجال الشرطة المدنية البواسل، متدرعين بالإيمان ورابطين الجيش وجميعهم على قلب رجل واحد، قاتلوا الإرهاب الأسود بكل قوة وشجاعة وبأس حتى تغلبنا عليه، وتم تطهير سيناء من دنسه وبراسنه. وأثناء تنفيذ هؤلاء الأبطال لمهامهم القتالية كلفنا بتأمين الشركات المدنية المنفذة للعديد من المشروعات التنموية ومشروعات البنى التحتية لسيناء، إضافة لأعمال القتال المخططة. واليوم وخلال تشريف سيادتكم لنا، يستمر هؤلاء المقاتلين في تنفيذ أعمال التطهير للأرض من بقايا العبوات النسفة التي سبق وضعها بواسطة العناصر التكفيرية، حتى نتمكن من حماية أرواح المواطنين وتحركاتهم وممتلكاتهم، وكذا الاستعداد لتنفيذ الخطة الاستراتيجية لتنمية سيناء والمصدق على تنفيذها من القيادة السياسية، والتي نحن بصددها أو بصدد إطلاق إشارة البدء من سيادتكم اليوم. السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، نستلهم حضور سيادتكم وهذا الجمع الكبير، ونتقدم بالتحية والتقدير لأرواح شهدائنا الأبطال والمصابين وكل من شارك في هذه الملحمة وهذه المهمة من رجال القوات المسلحة والشرطة المدنية وأبناء سيناء الشرفاء، على ما قدموه من بطولات وتضحيات وفداء، والتي لولاها ما كنا هنا اليوم. وأيضا لنطمئن سيادتكم والحضور الكريم أننا مرابطين لحماية أمن مصر القومي بالاتجاه الاستراتيجي الشمالي الشرقي، كما أمر السيد القائد الأعلى للقوات المسلحة وتعليمات القيادة العامة للقوات المسلحة. وأدعو الله عز وجل أن يحفظ قواتنا المسلحة من كل سوء، وأن يدم عليها وعلى وطننا الغالي أمنه واستقرار، وأن تظل القوات المسلحة الدرع والسيف والحصن المنيع لمصرنا الغالية تحت قيادة السيد فريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي. وتحيا مصر عزيزة أبية سالمة مرفوعة الرأس والهامة تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.